يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر راتب على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس مائل الحرارة راتب على أغلب الأنحاء ليلا، معتدل الحرارة راتب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. نبدأ هذا من محافظة القاهرة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، والجو فيه حار في الأسكندرية 33 24، والجو حار في مطروح 32 25، الجو حار في بورسعيد 34 27، والجو حار في الإسماعيلية 38 25، والجو أيضا في الإسماعيلية حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والجو حار في العريش 36 25، والجو أيضا حار في طابة 37 27، الجو حار في شرم الشيخ 40 31، والجو شديد الحرارة في الغردقة 40 30، والجو أيضا شديد الحرارة. بالنسبة لمحافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29، والجو شديد الحرارة في أسوان 44 والصغرى 30، والجو أيضا شديد الحرارة في الوادي الجديد 43 27، والجو حار في شلاتين 41 31، والجو في شلاتين أيضا يتصف بالحرارة. وأخيرا في حلايب 37 21، والجو حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.